بعد أن شهدت منطقة وادي اليرموك معارك طاحنة بين الثوار وقوات النظام، كان للأخير أن رد على تقدم الثوار بحرمان المواطنين من كافة احتياجاتهم الضرورية والمستلزمات اليومية، حيث قام بقطع مادة الطحين في مدينة درعا بالاتفاق مع المحافظ ليصبح الحصول على رغيف الخبز بمثابة حلم بنظر الأهالي. بدأ أولا في محاربتنا في الطحين، الطحين فقد بشكل كامل وبشكل تام، وإن توفر الطحين توفر بأسعار غالية، في من العائلات لا تستطيع شراء هذا الطحين بسبب أسعار الغالية. النظام لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بأحراق المحاصيل الزراعية في درعا وحرمان الأهالي من إنتاجها، كما قام بتدمير معظم منازل المدنيين في المدينة ودفعهم إلى هجر أماكنهم وممتلكاتهم. ما ذكر سابقا هو جزء من معاناة الأهالي التي زادها ارتفاع أسعار المحروقات مع عدم توفرها في كثير من الأحيان، الأمر الذي دفع بالأهالي هناك إلى مناشدة المنظمات الإنسانية والعالمية طلبا للإغاثة ومد يد العون لهم. حصار اقتصادي سيء جدا، ناشدنا الصليب الأحمر، ناشدنا المنظمات الإنسانية والحقوقية، لم نجد نهائيا أي استجابة. هذه المنطقة، منطقة وادي اليرموك، محاصرة اقتصادية منذ أن قام الجيش السوري الحر بتحرير هذه المنطقة. هذه المنطقة يمنع دخول الطحين، يمنع دخول المواد الغذائية، محاصرين اقتصاديا. بدأت قوات النظام السوري تحاربنا اقتصاديا أكثر من أن تحاربنا عسكريا، الوضع مأساوي جدا جدا. معاناة تتلوها أخرى، هذا هو واقع الحال في منطقة وادي اليرموك بمحافظة درعا، معاناة تكبر بكبر حجم الأزمة وتزداد مع ازدياد بطش النظام.